أنا أم راكان مرت مساعد صاحب البيت. أم راكان؟ هلا والله. هلا فيك. هلا بعد عمري. شلونكم؟ الحمد لله بخير. هلا وغلا والله. آمريني. ما يأمر عليك ظالم. يا حافظ، لو ندري بتمرين علينا كنا على الأقل تجهزنا. لا إيش دعوة؟ ما بيننا كلاف، إحنا حسبة أهل. سامحيني يا وخيتي. حيات حيات، استريحي. هذه الساعة المباركة. الله يبارك بعمرك. صدقين عاد؟ كنت خايفة لو أبو راكان يأجر الملحق حق عزابية ولا غرب وما ينعرف لهم. تدرين الوحدة بهالزمن تخاف من كل شيء، بس يوم قال لي إن أجر الملحق لتش وحدة منا وفينا ومن ديرتنا بعد، هني أنا ارتحت وتطمنت. أسابيت عامر بحس هلا إن شاء الله وبحس راعي البيت. أبو راكان يزاه الله خير، ريال خير طيب وما قصر بوقفته معانا. عسى ربه يعطي على قد نيته. آمين يا رب. إلا بسألك، ريلك من متى متوفي؟ يعني حروة 8 شهور. الله يرحمه. بس ما شاء الله يا دلال سبعيها الوايد، الله يخليهم لك. لا طال عمرك، هذيلا مو عيالي، عيال المرحوم من زوجته الأولية. المرحوم لما توفت أمهم الله يرحمها خذاني، وأنا صرت لهم أمهم وأختهم وحبيبتهم وصرت القريبة لهم. يا بعد عمري، ما يعرفون يسوون أي شيء إلا بشهري، ولا يعرفون يقعدون بأي مكان إلا بوجودي. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. إلا بسألك، أهل أمهم أهل أبوهم وينهم؟ مش شنو، ما لهم أحد؟ ما لهم إلا الله وأنا في هالدنيا.